ما يخفاكمش بلي كان ضغط كبير علينا بما ان لعبنا مع فريق خميس مليانه اللي راه يحت المرتبه قبلنا ب 30 نقطه وحنا ب 29. الفوز تاع اليوم خليناهم ورانا، دونك هذه هي من الناحيه المعنويه كنا شويه حضرنا كمان باغي، لكن الضغط كان قادر ياثر علينا، لكن نظن باللي اللاعبين عرفوا كيفاش يردوه ايجابي. الحمد لله، الحمد لله يا ربي. اللعبه كانوا رجال، اليوم كنا سوليدار، جبنا ثلاث نقاط اللي كنا نحوس عليهم. الحمد لله دوك نبريباريو ماتش بار ماتش ان شاء الله. نهزمنا حظوظنا اللي الباقه مازالها قائمه ان شاء الله. لاعبين تاعي مشكورين، لاعبين شبان تاع الاكاديميه، لاعبين في المنتخب الوطني قل 18، لاعبين اكابر. الحمد لله درنا مباراه نقولوا مليحه من ناحيه التكتيكيه، خصنا الهدف شويه، شاب لا بريسيون شويه في لي فيستيار شويه، ولا غالب عطى لهم بينالتي في الدقيقه الاخرى تاع بريمي ميطون، شغل هبطت لنا المورال. دوزيام ميطون سينا حطينا بالون بصح ما قدرناش بلا بريسيون تاع الشعب تاعهم.